هبتدي نتكلم تاني. عجبني موضوع الفضفضة ده، عجبني ان انا اقعد اسمع نفسي بقى، حلو قوي. زهقانة بقى اقعد اشغل كلام اللي كنت بقوله، حلو يعني. المهم انا عاوزة اتكلم النهاردة عن ايه؟ انا عاوزة النهاردة اتكلم عن موضوع الابتسامة. دايما سموني ايماني المبتسمة، مش عارفة ليه يعني. انا مش عارفة يعني، انا بجيت افكر هو انا من امتى بقيت ايماني المبتسمة، او من امتى يعني عرفت نفسي على اني كده يعني. سبت ان انا زمان ما كنت في اصلا يعني، كنت في ثانويه عامه مثلا او في مدرسه، ما يعني ما حدش قالي الموضوع ده خالص يعني. بس لما دخلت الكليه لقيت، اكتشفت ان في ناس سمتني ايمان مبتسمه. ايمان، كان واحده دي اسمها بتقول، كانت بتقول ايه ده، دي ايمان، دي ايمان المبتسمه هي. تنحت ايه ايمان المبتسمه دي؟ ممكن ده من الحاجات اللي ركزت معايا ان انا بقي اسمي كده يعني، او انا شخصيه مبتسمه يعني. برضو مش عارفة بقى يعني، حصل بقى كذا حاجة كتير. كل شوية يقولي ناس، كل الناس تقولي انتي ايه، انتي مبتسمة 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 على طول ومش عارفة كذا. عاوزة احكي يعني ايه بقى، معرفش الابتسامة دي دي حاجة حاجة حلوة ولا وحشة. ممكن يعني مثلا بحب صحابي ما يقولوا عليا ايمان مبتسمة، بحب صحابي ما يكونوا شايفيني واحدة كده فرفشة وكده يعني. بس مثلا بمشي في الشارع يعني، غالبا مش بخلص من التعليقات يعني. في تعليقات احيانا بتبقى ظريفة يعني، فيها تعليقات اللي هي ايه، بتبقى ظريفة يعني، في تعليقات بتبقى وحشة جدا يعني، اللي هو ايه. وانا ماشية الاقي حد كده بصوت بقى فظيع يقول مبتسم ليه يا عم على الصبح، كأن الابتسامة دي حاجة فظيعة، كأني واحدة لابسة عيان وماشية في الشارع. وبعدين بقى ايه يعني، اللي غزني كمان انا ما بمشي مش باخد بالي من الناس، مش بدقق في وشوشهم قوي ومش عارف ايه. حاسه بقى الناس يعني، الناس خدت بالها مني ومن وشي وان انا مبتسمه، وبيستنكروا عليا كمان موضوع الابتسامه ده. مثلا مثال من الامثله. المثال التانية بقى اللي هي دايما كتير بسمعها، انا مش فاهمه يعني، واحد يقول لي انا مش فاهمه انت مبتسمه على ايه، بيكون عنده حق يعني. معلش والله يعني، ان هو الناس من حقها تكتئب، بس انا يعني عادي والله، ما مش يعني ممكن اكون فرحانه، مالكش دعوه انا مبتسمه بايه يعني. بس ده بقى اكتر تعليق باخده في حياتي، مش فاهمه انتي مبتسمه على ايه. برضه مثلا في تعليقات بتبقى ظريفه يعني، او مش فاكره تبقى ايه، بس اللي هو ايه، حاجه اللي هو ايه، ابتسامه حلوه يعني، حاجه انت حد يعني يقول مثلا ابتسامه حلوه بس بشكل حلو، بس انا مش فاكره بجد الجمل دي بالظبط. بس مثلا مره حد غنالي في الشارع، كنت اصلا مستغربة جدا، بس ما اتضايقت في ساعتها يعني، مش حاسة ان انا اتضايقت يعني. مرة مثلا فاكرة كان عندي اول مرة راح امتحن تويفل، كان ساعتها الصبح بدري جدا، كان يوم الجمعة الصبح بدري، ده كان قبل الثورة يعني، فكان قبل ما لا غالبا بعد الثورة، بعد الثورة يعني. بس الجمعة الصبح بدري ساعتها بعد الثورة فترة ما كانش فيها يعني، كان فترة ما كانش كان لسه في علاقة عسلية بين الناس والمجلس العسكري، فيعني الدنيا ما كانتش وحشه قوي يعني. فالمهم بقى ايه، واحد بقى وانا ماشيه الصبح يعني، مش فاكره هو قال لي ايه بالظبط، بس حسيت قال لي حاجه اثرت فيا جامد يعني، اللي هو نفس احساس البنت اللي حد بيقولها يو يعني اكستريملي بيوتيفول، انت بنت جميله جدا، وبتحسي ان هو ان هي صح بنت جميله جدا يعني. دي كانت مثلا اكتر مره اثرت فيا الموضوع يعني. احنا في ناس بتبقى تعليقاتها ظريفه يعني، اللي هو في احنا بتبقى تعليقات اللي هي معاكسه، في تعليقات بتبقى ظريفه، في تعليقات بتبقى معاكسه. بس معاكس دي برضه بتبقى كتير يعني، اللي هو ايه، يا حسن ابتسامتك حلوة كده يعني، يعني كتير يعني. في حين المعاكس هي بحس انها بتضايقني، في حين بحس انها مش بتضايق يعني، بحس انها كومبلمنت يعني، مش عارفة. في بقى طبعا يعني نايمة عن كمية الناس اللي بتقول لي انتي هبلة تك علي، والله مش حاسة ان انا هبلة الصراحة، انا ماشية في حالي انت مالك يعني. بس ده بتحصل كتير كتير يا لهوي. اكتر بقى حاجه ظريفه، ده خلاني اكتب افكر ان انا اتكلم عن الموضوع ده النهارده. يعني انا اتعودت على التعليق ان انا مبتسمه، اتعودت الناس تاخد بالها ان انا مبتسمه. معرفش ازاي الناس تاخد بالها، معرفش، ممكن لو شفت حد مبتسم في الشارع احس ان دي حاجه مستفزه واخد بالي، معرفش والله. بس انا ما كنت في ماليزيا كنت بشوف ناس مبتسمه عادي، كنت فرحانه، بحس ان الجو كده حلو يعني. المهم بقى، وانا النهارده ماشيه مروحه، كنت مروحه من عند الجامعه، كان بالليل يعني، ما كانش في ناس كتير اصلا في الجامعه، بس كان في جروب كده ماشيين يعني، جروب ولاد وبنات. فلقيت واحد بيعدي، هو احنا يعني شفتني نضحك قوي عشان خاطر تضحكي يعني،
بقى يعني ركزت، انا المقصوده بقى بالكلام ده. فلقيت بقى ايه، ابتدوا بقى كوك بقى ابتدى يحاول يتضايق عليا عشان انا مبتسمه، وابتدوا يعلقوا بقى ويعني يتضايقوا ومش عارف ايه. انا مكنتش اكتر ما قدرت شويه اكتر من ان اضحك على اللي هما بيعملوه يعني. بس ف ابتدى الجروب يسخف يعني، جروب ولاد وبنات ابتدوا يسخفوا بقى ويعلقوا ومش عارف ايه. بس ما هي عادي يعني، انا كنت بقى ما اهتمتش يعني، كنت اصلا. بس دي كانت من الحاجات برضه ظريفة اللي حصلت النهاردة. انا مش عارفة والله بتعمل دي حاجة وحشة ولا حلوة يعني، مش عارفة. مرة مرة اول دفعة نزلتها فكتبت اول تعليق عليا على ال في الفان داي، اكتر شخصية متفائلة في بيت هندسة. كنت مستغربهم يعني، شخصية متفائلة ازاي؟ احيانا واحد بيقول لي فاكر انت يعني دايما بتضحكي، كل ما بشوفك بتضحكي. المشكلة ان انا بفتكر الفترة دي، بفتكر الفترة دي على انها اكتر فترة انا كنت مكتئبة فيها في حياتي يعني، اللي هو ايه الفترة اللي هما الناس بيقولوا عليا فيها كل ما حد يشوفني فيها بضحك، انا كنت اكتر فترة مكتئبة فيها في حياتي يعني. فاكيد ان جوايا كان حزين، بس معرفش ازاي بتبتسم ابتسام على وشي يعني. بس ف يعني مش عارف ايه كمان برضو. لقيت في ناس بتكومنت ان انا شخصية مبتسمة كتير يعني. بقيت مرة كنت واقفة وكنت بسأل واحد زميلي، بقوله هو ده صح؟ أنا فعلا أكتر شخصية مبتسمة. قالي على فكرة ده صح. ما علينا، محدش عارف دي كمية الاكتئاب اللي أنا فيها أصلا يعني. بس وبرضه من ضمن الحاجات برضه غريبة إن أنا ببقى فعلا متضايقة ومكشرة، حاسة إن أنا من جوايا مكشرة ومضايقة، ولاقي حد يقولي انتي مبتسمة على ايه أصلا؟ فرحانة على ايه؟ مع إن أنا شكلي مبتسم رغم إن أنا أصلا من جوايا متضايقة ومكتئب. بس يعني أهو بقى، هو ده اللي حصل. مش عارفة اتضايق ولا افرح، بس يعني في الحالتين حاجة ظريفة يعني. وهذا هو الموضوع. طيب نتقابل فيما بعد.